السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة ستة؟ إن شاء الله النهاردة هنشرح الدرس الثاني في الوحدة الثالثة ألا وهو خسوف القمر. أخدنا المرة اللي فاتت المستر ظاهرة فلكية كانت اسمها كسوف الشمس، وقلنا إن كسوف الشمس بيحدث إمتى؟ عندما تقع الشمس والقمر والأرض على استقامة واحدة، ويقع القمر في المنتصف بين مين ومين؟ بين الشمس والأرض. وخدنا يا مستر إن كسوف الشمس كان ليه تلات أنواع، كسوف كلي، كسوف جزئي، كسوف حلقي. قلنا ان الكسوف الكلي بيقع ضمن منطقه مين؟ الظل. وقلنا الكسوف الجزئي بيقع ضمن منطقه شبه الظل. والكسوف الحلقي بيحدث امتى؟ لما يقع القمر في مدار اعلى من مين؟ من كوكب الارض. طيب النهارده بقى ان شاء الله هنشرح ظاهره ثانيه اسمها خسوف القمر. خسوف القمر يا مستر بيحدث امتى؟ ظاهره فلكيه تحدث عندما تقع الشمس والارض والقمر على استقامه واحده، بس مين بقى المره دي اللي في المنتصف اللي بيتغير مكانه؟ هنا الارض هي اللي بتقع فين؟ في المنتصف، بين مين ومين؟ بين الشمس والقمر، فتحجب ضوء الشمس عن مين؟ عن القمر. فتحجب ضوء الشمس عن ايه؟ عن القمر. وقلنا يا مستر برضه ان ليه زي ما الكسوف ليه منطقه اسمها منطقه الظل، برضه عندي في الخسوف منطقه اسمها منطقه الايه؟ الظل. ومنطقه الظل معناه ان الارض هنا حجب ضوء الشمس نهائيا عن القمر، فاصبحت منطقه مظلمه، منطقه ايه؟ مظلمه. طيب انا عندي بقى المنطقه الثانيه اسمها منطقه شبه الايه؟ الظل، ودي بتقع بين المنطقه المضيئه والمنطقه الايه؟ المظلمه، بتقع بين المنطقه المضيئه والمنطقه الايه؟ المظلمه، يبقى دي اسمها منطقه شبه الظل. طيب احنا قلنا الكسوف كان ليه ثلاث انواع، النهارده بقى هناخد الكسوف ليه نوعين بس، تعالوا نعرف ليه؟ ايه هما النوعين الاول؟ انا عندي خسوف اسمه خسوف كلي، معناه ايه؟ معنى هنا ان الارض حجبت ضوء الشمس نهائيا عن مين؟ عن القمر، فوقع القمر في ضمن منطقه ظل مين؟ الارض، ده اسمه خسوف كلي. طيب الخسوف الجزئي معناه يا مستر ان القمر جزء منه في منطقه الظل والجزء الاخر في منطقه شبه الايه؟ الظل، معنى كده ان حدث ان الارض هتحجب جزء من الضوء من مين؟ من ضوء الشمس عن مين؟ عن القمر، ده اسمه خسوف ايه؟ جزئي. يبقى قلنا الخسوف الجزئي بيحدث عندما يقع جزء من القمر في منطقه الظل والجزء الاخر في منطقه شبه الظل. طيب يا مستر ليه هنا ما قلناش خسوف حلقي؟ هنقول له يا مستر لان هنا كوكب الارض اكبر من مين؟ من القمر حجما. يبقى هتقول له ليه لم يحدث كسوف حلقي؟ هقول له لان كوكب الارض اكبر في الحجم من مين؟ من القمر. طيب يا مستر احنا عايز اعرف زمن المده بتاع الخسوف. زمن الخسوف يا مستر من ساعه لساعتين، وبيحدث في السنه كم مره؟ مرتين في السنه. مرتين في الايه؟ في كل عام. طيب يبقى عرفنا زمنه، طب وزمن الكسوف؟ زمن الكسوف 7 دقائق و40 ثانيه، 40 ثانيه. طيب بيقول لك يا مستر لو وقع القمر ماذا يحدث؟ لو عندما يقع القمر لو وقع في كامل في منطقه شبه الظل. لو وقع القمر كاملا في منطقه شبه الظل هيحدث هنا لا يحدث خسوف، لا يحدث ايه؟ خسوف، فيما يسمى بظاهره اللا خسوف. اللا ايه؟ خسوف، فيصبح لون القمر ايه؟ باهتا. فيصبح لون القمر ايه؟ باهت. طيب يقول لك يا مستر لما بيحدث او يدخل القمر في ضمن منطقه الخسوف الكلي بيميل لونه للحمره، بيبقى لونه قريب من الاحمر شويه كده الغامق قوي. هنقول له يا مستر يميل للحمره بسبب الاشعه الحمراء اللي الغلاف الجوي ما قدرش ايه؟ يمتصها. يبقى ليه؟ هنقول له بسبب الاشعه الحمراء التي لم يمتصها او لم يستطع الغلاف الجوي ايه؟ امتصاصها. يبقى عرفنا كده انواع الخسوف، وخدنا منطقه الظل ومنطقه شبه الظل، وخدنا كمان الزمن، وخدنا بيحدث قد ايه. طيب الاحتياطات بقى يا مستر، احنا قلنا في الكسوف عندما يحدث يجب ارتداء النظارات الواقيه وما ننظرش الى الشمس مباشره. طيب يا مستر هنا بقى في الخسوف قال لك يمكن رؤيه الخسوف بالعين المجرده دون الحاجه لارتداء النظارات. ليه؟ هنقول له لان هنا لان اثناء الخسوف لا تصدر اي اشعه ايه؟ ضاره. يبقى اثناء ظاهره الخسوف لا تصدر اي اشعه ايه؟ ضاره. وبكده خلص درسنا، وان شاء الله نلقاكم في الفيديو الاخر الجاي باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.